منا يا يوليوس يا إبفحسي عن أمجد شهدائي نستحكي لنا يا يوليوس يا إبفحسي عن أمجد شهدائي نستحكي لنا حكي لنا حكي لنا يا يوليوس يا إبفحسي افتح لينا السينك صار واحكي لنا منه يا مختار افتح لينا السينك صار واحكي لنا منه يا مختار عن ألم الشهداء أبرار يا مآس من الأشرار احكي لنا احكي لنا احكي لنا يا يوليوس يا إبفحسي عن أمجد شهدائي نستحكي لنا يا يوليوس يا إبفحسي عن أمجد شهدائي نستحكي لنا احكي لنا احكي لنا يا يوليوس يا إبفحسي عشت كل زمن حياتك مكرس وقتك وماله عشت كل زمن حياتك مكرس وقتك ومالك ليه خدمة شهداء زمانك حتى إلى يوم استشهادك احكي لنا احكي لنا احكي لنا يا يوليوس يا إبفحسي احكي لنا يا يوليوس يا إبفحسي عن أمجد شهدائك نستحكي لنا يا يوليوس يا إبفحسي عن أمجد شهدائك احكي لنا احكي لنا احكي لنا يا يوليوس يا إبفحسي يا من زف قلبك دموع وانت تنادي بكل خشوع يا من زف قلبك دموع وانت تنادي بكل خشوع يا ربي وحبيبي يسوع اجعل الصليب مرفوع احكي لنا احكي لنا احكي لنا يا يوليوس يا إبفحسي احكي لنا يا يوليوس يا إبفحسي عن أمجد شهدائك نستحكي لنا يا يوليوس يا إبفحسي عن أمجد شهدائك نستحكي لنا احكي لنا احكي لنا يا يوليوس يا إبفحسي ازيكم يا اصحابي عاملين ايه؟ تسوني تسوني ايه ده؟ انت جيت يا تيمو؟ ايوه انت جيت بدري ليه؟ بدري ايه بس ده دلوقتي مدارس الاحد صحيح معلش يا تيمو اصلا قعدت اقرا في الكتاب ده والوقت اخدني كتاب؟ اني كتاب؟ اني كتاب؟ ده كتاب يا تيمو اسمه السينكسور وفي قصص كتير قوي 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 حلوة وجميلة سنكسار؟ ايه الكلمة دي؟ ده الكتاب اللي فيه قصص القديسين كلها طب ده كتاب كبير قوي مين كتب كل ده؟ اللي كتب الكتاب ده يا تيمو واحد اسمه القديس يوليوس الأقفحسي اسمه ايه؟ يوليوس الأقفحسي شاطر يا تيمو هو اسمه يوليوس والأقفحسي دي علشان هو كان من بلد اسمها أقفحس طب هو كتب كل كده ده لوحده؟ لا يا تيمو هو كان معاه 300 واحد يعني 300 صاحب من الخدام واو وكانوا بيعملوا ايه بقى؟ كانوا إيه؟ لما بيعرفوا ان في حد هيستشهد او حد هيروح للوالي ويعلن انه مسيحي كان بيعمل ايه؟ كان بيبعت الخدام بتوعه وراه ويتابعوه يعني ياخدوا بالهم منه لو محتاج حاجة يساعدوه وبعدين كمان كانوا بيقووه علشان هو كمان كان بيقويهم علشان ما يسيبش المسيح ويكتب كل حاجة هو وصحابه عن قصة حياته لحد ما يستشهد ياخدوا الكتب ياخدوا اللي كتبوه ده وكان هو بيرجع القصص دي بنفسه واو. ويكتبها بنسخ كتير قوي 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 ويوزعها علشان الناس كلها تعرف
قصص القديسين اللي استشهدوا نور. طب القصص دي حلوة قوي، لكن احنا بنسمعها امتى؟ السنكسار ده ابونا بيقراه في القداس دايما بعد الابراكسيس وقبل الانجيل. وعلى فكرة يا تيمو ده فيه كل يوم حكايات حلوة قوي، يعني انت ممكن كل يوم في البيت تقرا قصة قديس جديد. وانا عاوزة اقرا قصة. ممكن ماما كل يوم تقرا لك قصة جديدة في السنكسور. ايه رأيك؟ ايوه انا عجبني. اما بقى يوليوس الاقفاصي ده، فبعد ما كان بيعمل العمل الخير ده كتير هو واصحابه، بابا يسوع كان شايفه في السماء صح؟ وبعدين بقى كان فرحان بيه قوي، فراح ظهر له مرة في رؤية بالليل وقال له انت ليك اكاليل كتيرة قوي عشان انت بتعمل حاجات كويسة، بس روح بقى ايه دلوقتي للوالي بتاع بلد اسمها سمنود وقول له انا مسيح علشان بسببك في ناس كتير قوي 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 هتبقى مسيحيين. وايه اللي حصل بعدين؟ هو راح فعلا للوالي وقال له انا مسيحي، والوالي عذبه كتير، بس ناس كتيرة قوي ربنا كان واقف معاه وكان بيخففه تاني، فكان ناس كتير قوي 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 امنوا بالبابا يسوع وبقوا مسيحيين، حتى الوالي نفسه بتاع سمنود بقى مسيحي. واو. وبعدين استشهد القديس بتاعنا ها بعد ما كتب لنا ايه قصص كتيرة جدا من حكايات القديسين اللي استشهدوا، اللي لولاه ما كناش هنعرف عنها حاجة دلوقتي. واو. حلوة القصة يا تيمو. ايوة. ايه رأيك تيجي نتفرج على الفيلم بقى؟ ايوة. يلا بينا. يلا بينا. باي باي. باي باي. الله، ايه الرسومات الجميلة دي؟ عارف؟ دي براويز عاملها علشان تزين أيقونات أبطال الكنيسة اللي حافظوا على إيمان كنيستهم على مر سنين كتير خالص. مين هم أبطال الكنيسة دول؟ أنا هحكي لك. كنيستنا ليها جذور ثابتة قوية، ومن أهم جذورها أبطال حافظوا على إيمان كنيستنا، وبقوة ربنا وحمايته ليهم قدروا يعترفوا بإيمانهم قدام كل الناس، حتى لو ضحوا بحياتهم من أجل إيمانهم، وكانوا سبب في إيمان ناس كتير ودخلهم المسيحية، وده كله بسبب محبتهم الكبيرة لربنا. وإحنا ولادهم لازم نعرف قصصهم ونتعلم منها. وإنتم عرفتوا قصصهم إزاي؟ في قديس جمع لنا عدد كبير من قصص شهداء كنيستنا القديسين، وهو القديس يوليوس الأقفاصي اللي بتلقبه كنيستنا بكاتب سير الشهداء. تعالوا نعرف إيه حكايته. اتولد يوليوس من أسرة مسيحية غنية جدا في مدينة اسمها أقفاص، اللي هي البهنسة في محافظة بني سويف، علشان كده اتسمى يوليوس الأقفاصي. ولما كبر يوليوس راح لمدينة الإسكندرية وسكن هناك في الوقت اللي بدأ فيه دقلديانوس اضطهاد المسيحيين، وبدأ يوليوس يخدم القديسين اللي كانوا بيروحوا يستشهدوا، فكان بيزور المسيحيين في السجن علشان يساعدهم ويشجعهم. ولما كانوا بيروحوا علشان يتحكموا قدام أي والي أو ملك كان بيروح وراهم، ولو لقى أي حد منهم بيتعرض لأي عذابات كان بيعالجه. وكان يوليوس مهتم إنه يكون موجود بنفسه في أماكن الاستشهاد علشان ياخد أجساد أبائنا القديسين ويشيلهم بكل إكرام ويبعتهم لبلادهم ويحافظ عليهم في مكان مناسب علشان الناس تاخد بركتهم. فكان بيكلف خدامه اللي كان عددهم 300 خادم إنهم يسافروا لأماكن كتيرة علشان يتابعوا القديسين وهم في طريق الاستشهاد، ويهتموا بأجسادهم ويدفنوهم، ويجمعوا معلومات كاملة عن كل شهيد علشان يكتبوا سيرته. وكان يوليوس بيشرف على كتابة سيرة كل شهيد بنفسه، وبينسخ من سيرته نسخ كتيرة جدا علشان قصته تنتشر في أماكن كتير.
ربنا حافظ على القديس يوليوس وقواه علشان يخدم القديسين ويهتم بأجسادهم ويسجل لنا أكبر عدد من قصصهم، لغاية لما في يوم ظهر ربنا للقديس يوليوس في رؤيا بالليل وقال له: افرح يا حبيبي يوليوس، الأكاليل معدة ليك، روح لوالي سمنون واشهد لإسمه، في ناس كتير هتؤمن بسببك. وفعلا راح القديس وأعلن إيمانه هناك، وقبل قديسنا العزبات بفرح، وكان ربنا دايما معاه وعمل على أيديه معجزات كتير خالص، وناس كتير أمنت بسبب المعجزات اللي شافوها وتمسك القديس بإيمانه، منهم حاكم سمنود وغيره كتير. وفي النهاية استشهد قديسنا وكنيستنا بتحتفل بعيد استشهاده يوم 22 توت. ويا ترى كل القصص اللي جمعها القديس يوليوس راحت فين؟ كنيستنا جمعت كل قصص القديسين في كتاب اسمه كتاب السنكسار، هو كتاب متجمع فيه قصص أبائنا الشهداء والقديسين، وكمان تذكارات الأعياد وأيام الأصوام، وبيكون مكتوب بترتيب على حسب أيام السنة القبطية. ولأنهم أصحابنا اللي في السماء وإحنا بنتشفع بيهم في صلواتنا، عشان كده كتابنا المقدس بيوصينا: انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. وكنيستنا بتكرمهم بطرق كتير، منها لما بتتبني كنيسة جديدة بنسميها على أسمائهم، وبنحتفل كمان بأعيادهم، وبنرسم لهم أيقونات جميلة تحكي قصتهم علشان نفضل دايما نفتكر جهادهم ونتمثل بيهم، وننور شمعة قدام أيقوناتهم لأنهم كانوا نور للعالم كله، وأبونا في القداس بيبخر بالشورية قدام أيقوناتهم. أنا كاتبتي وهعلمكم إبتي، يلا يا حلوين نبدأ التمرين. ورجعنا لكم تاني يا أصحابي مع فقرة إيه؟ الحروف الآتية. تعالوا نشوف تيمو جايب لنا إيه النهاردة. أنا جايب اتنين. جايب اتنين. طب أول حرف ده حرف إيه ده بقى تيمو؟ بي. بص بقى يا تيمو، ده في القبطي اسمه رو. اسمه ايه؟ رو. عارف العربية لما بتمشي كده بتقول ايه؟ رررر. لا بتعمل كده، والموتوسيكل مش بيعمل رررر. صح صح. يبقى هو بيقول ايه الحرف ده؟ رررر. يبقى ده اسمه ايه؟ رررر. لا هو بيقول رررر لكن اسمه ايه؟ رو. اسمه ايه؟ رو. رو. وبيقول ايه؟ برافو. زي كلمة ايه بقى يا تيمو؟ زي إيه كلمة إيه؟ ري. ري يعني شمس، يعني سولاي. وزي كلمة رو. رو يعني باب. باب. وزي كلمة سوري. سوري يعني ايه؟ يعني شوكة. سوري يعني شوكة. سوري يعني شوكة. وزي كلمة راشي يعني فرحان. فرحان يعني فرح. راشي يعني ايه؟ فرحان. يبقى شمسي يعني ايه؟ ري. شمسي يعني ايه؟ ري. وبابي يعني ايه؟ رو. برافو يا تيمو. فرحان يعني فرح. راشي. راشي. برافو يا تيمو. اما بقى الحرف التاني فده حرف ايه ده بقى؟ زي الفرنسي. سي. اسمه سيما. سيما. وبيتنطق ايه؟ برافو. واو. زي كلمة ايه بقى تيمو؟ إيه إيه؟ زي كلمة استافروس يعني صليب. استافروس يعني ايه؟ صليب. وزي كلمة سيو يعني نجم في السماء. سيو يعني ايه؟ سيو يعني نجمة. يعني نجم. وزي كلمة بيسيم يعني لرب او العشب او اللي في الجراس اللي في الارض. يبقى بيسيم يعني ايه؟
ار برافو. وسيو يعني ايه؟ اتوال. اتوال برافو. وصليب يعني ايه بقى؟ ده احفظها. صليب يعني استافروس. استافروس. ايه رايك بقى يا تيمو اسالك بقى انا ايه في الحروف بقى؟ في الساوندز اللي فاتت والساوندز دي ايه رايك؟ مش نقولها سوا؟ ايوه انا اقولها سوا. طيب الفا سيز ا، الفا سيز ا، بيتا سيز ب، بيتا سيز ب، غاما سيز غ، غاما سيز غ، دلتا سيز د، دلتا سيز د، اي سيز اي. لا غلط بقى. اي سيز ا، اي سيز ا، اي سيز ا. ده ايه ده؟ نمبر 6. اسمه ايه؟ سو. سو نمبر 6. سو نمبر 6. زيتا سيز زيتا سيز ايتا سيز اي، ايتا سيز اي، سيتا سيز ف، سيتا سيز ت، يوتا سيز اي، يوتا سيز اي، كابا سيز ك، كابا سيز ك، لافلا سيز ل، لافلا سيز ل، لافلا سيز ل، مي سيز مم، مي سيز مم، ني سيز ن ن ن، ني سيز ن ن ن، اكسي سيز كسي كسي، اكسي سيز كسي كسي، اوميكرون سيز او، اوميكرون سيز او، بي سيز ب، بي سيز ب، رو سيز رر، رو سيز رر، سيما سيز سيما سيز. برافو. تعالوا بقى يا تيمو نقول بقى الحروف دي على بعضها كده، على بعضها بترنيمه كده جميله. الفا بيتا غاما دلتا اي سو زيتا ايتا سيتا يوتا كابا لافلا مي ني اكسي او بي رو سي ماتا. برافو يا تيمو. شكرا. يلا نقول لاصحابي باي باي ونشوفكم المره الجايه. باي باي.